والصلاة والسلام على خير خلق الله المرسلين محمد بن عبد الله. تحية وحب واحترام لكل الشعب السوداني الأبي، كل عام وأنتم بخير مرة أخرى. مجددا أتمنى للجميع أن يتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في بث هذا اللايف. أولا هذا لايف توضيحي، وعذرا للذين شاهدوا معي في اللايف أمس. أنا طبعا من الزعل الشديد على ما دار في الإمارات من اتفاقات سرية حصلت. حقيقة أخطأت. المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وأعطي لمريم الصادق، أركي مناوي، كذلك ياسر عرمان، وكذلك شخص آخر من حزب المؤتمر السوداني، هو 17 مليون دولار وليس 17 ألف دولار. أقول مرة أخرى وأؤكد أن الذين ذكرتهم أمس استلموا 17 مليون دولار من حكومة الإمارات في اتفاقات سرية. كما وعدتكم والوعد حق ومسؤول أن أأتي بالجديد والتفاصيل المهمة. لذا هذا اللايف يهم كل السودان ويهم كل الشباب في القيادة العامة والذين يعتمون ويطالبون بحرية والتغيير. كل الذين خارج السودان هذا اللايف مهم إنه يصل لكل بيت، لكل سوداني يحب السودان، لكل إنسان همه على تراب الوطن. هذا اللايف مسؤولية وعتق لكل الذي يشاهد معي الآن بأن تعمل شير وتعمل لايك في كل مكان حتى تساعدني في الاستمرار في هذا الفيديو. أنا عبد الله البشير، مقيم في بريطانيا منذ 20 سنة، وأقسم بالله العلي العظيم وفضل هذا الشهر العظيم ما أقوله على هذا اللايف إلا أن يكون الحقيقة. وكما عودتك أيها المشاهد، وكما عودتك أختي المشاهدة، أن دائما أقول الحقيقة وأتقصى من الحقيقة حتى تثبت عندها، وإلا بعد ذلك أتحدث عنها. فالبداية صعبة، والنهاية لكل المهاذل التي تدور في الساحة السياسية يجب أن تنتهي. لازم لكل السوداني والسودانية تفهم أن هذه البلد وهذه الثورة هي ثورة مجيدة، مطالبها الحرية والديمقراطية، مطالبها العدالة والسلام، ولن نرضى بغير ذلك. يجب على كل سوداني أصيل وعلى جميع شعب الهامش أن يحذر جيدا من الكلام الذي سرحه. أولا، بعد يومين فقط من إزالة الرئيس البائس السابق عمر حسن أحمد البشير، تم استدعاء كل من الأسماء التي سأذكرها ولا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. أولا، تم استدعاء أركي مناوي رئيس الجبهة الثورية من حركة تحرير السودان. ثانيا، تم استدعاء ياسر عرمان. وثالثا، مريم الصادق. الاستدعاء كان مباشرة للسيد الصادق المهدي، ولكن أرسل ابنته نيابة عنه إلى دولة الإمارات. أيضا حزب المؤتمر السوداني الذي كان بقيادته الأخ الدقير والآن إبراهيم الشيخ، ذهب بالنيابة عنهم الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد سلك، يسمى بخالد سلك. تمت اتفاقات سرية، وهذه الاتفاقات كالتالي، سأطرح بعض وسأوافيكم بأكثر من الذي سأطرحه في اللايف هذا واللايف السابق بإذن واحد الأحد. لذلك أخي أختي، هو واجب وطني، الناس في القيادة لازم يعرف الكلام ده، الشباب المعتصم في القيادة لازم يعرف الكلام ده. وأهمها، أنا لا أريد شق الثورة، وأقسم بالله العظيم حبي للوطن وتراب الوطن
قلبي خلاني يتحدث وانا صايم وتعبان، وسوامنا في بلندن عسى الله يعيننا. ايضا ساطرح في لايف خاص مباشره بعد هذا اللايف عن المتحدث باسم قوه الحريه والتغيير، اعني بذلك ما يسمى ب هذا الرجل رشيد سعيد يعقوب. الاسم ده يا سودانيين لازم تعرفوا عنه كل شيء، لانه ده السبب في قتل ابنائكم وشهدائكم داخل السودان. مهم جدا ده يكون عنده لايف خاص، فاوعد بعد اللايف ده ونهايته، لانه ده موضوع تاني براهو، لازم يكون في لايف مباشرة بعد هذا اللايف للتحدث عن هذه الشخصية لوحدها. واتمنى ان يعمل له السودان شير في كل مكان حتى يعلم كل سودانية وسوداني من هذول الشخص، من هذول الشخصيات التي تتلاعب بقضية السودان ودم الشهداء. اولا الزعل، انا زعلان، وكمان من امس حقيقة قلت كلام كثير، وحقيقة اخطأت في بعض النقاط. ومرة اخرى اؤكد تم استلام 17 مليون دولار، اقسم بالله العظيم ثلاثة وعزة جلال الله والمصحف الشريف، لو ما لقيت ياسر عرمان في الايام الجاية واقف مع برهان وحمدتي او واحد منهم، ما تديني يدك، واي كلمة انا اقول هذا كذب من بعد اليوم، وما صدق لي كلمة يا سودانيين. واقسم بالله العظيم ثلاثة وعدة جلال الله والمصحف الشريف، لو ما لقيت اركي مناوي في الايام الجاية واقف مع برهان وحمدتي ومؤيد للمجلس العسكري، من بعد اليوم اي كلمة يقول عبد الله البشير كذب. وانا عمري ما اكذب ولا احب الكذب واكره صفة الكذب. بالتالي احنا عشان ما نزعل اكتر من اللازم والواحد يتفايل، احنا لازم نديك الحقائق، وانت يا سوداني يا سودانية بعد فكر. مريم الصادق دي كمان دي حاجة تاني انا لازم افهمك عنها شنو. فيا ادم ويا جمال ويا تجاني ويا رضوان ويا ويل وضاح مصطفى ويا نصر الدين، ادم مسؤولية في عاتقك، وكل الشباب انك اخي تعمل لنا شير في كل الجروبات السودانية، وعليك الله يا اخي الشير ده مهم عشان الكلام ده بس يصل للقيادة العامة، يصل للشباب عشان الناس تعرف انه الناس دي بتقول في شنو. بشير ابو عبد الله ده ما وقت استضافة، انت تسمع اول وبعدين نشوف رأيك، انا ما عندي مشكلة، هي صفحة ديمقراطية. لكن طيب اقول لكم حاجة كده، نشوف من بشير عبد الله. نعم خش في الموضوع جدا يا شهاب، عمل شير، عمل شير، المشاهدة لسه ضعيفة جدا. بشير ابو عبد الله مرحبا بك، تفضل عندك دقيقتين. الله يبارك فيك يا اخي. والله متوقع منه نازل، تقول له متوقع منه اي حاجه، عنه دي الناس شريرين تجار الحروب، متوقع منه اي حاجه انا رايي الشخصي. والله انا جنبي المصحف عشان السودانيين، طبعا احنا بنشك دائما في الحاجه، لو عايز نحلف مصحف انا يا شباب ما عندي، قسما بالله وعزة جلال اللي هو المصحف الشريف، في الايام الجايه ما تلقى حميدتي وبرهان وياسر عرمان مع بعض، تاري انا اي كلمه اقولها في هذه المواقع لا تصدق لي، ما تلقى اركي مناوي في الايام الجايه واقف مع نفس الشخصيتين ديل او واحد منهم، انا تاني اي كلمه قلت على هذه المواقع كده لا يصدق لي كلمه. وافي يا اخي عبد الله، واعمل ديليت الصفحه كمان. اخي عبد الله انا متوقع منه ما يحيى، الناس تقول دي الناس تجار الحروب معروفه، يا عرمان معروفه، مشى قصب الجنوب جاي دار اكسر الشمال، او دارفور من الاركاوي معروفه، زول قبل كده جاب اتفاقات ابوجه ثاني رجعها
وطلع الغالة عنه دين ناس تجار الحروب مريق الساعة دي المعدي معروفة ناس ما حد دين يا أخي من الله غلبهم ناس تجار الحروب ما لقينا زول شغال في السوق ما لقينا زول بتاع عليك الله يا أخي أعمل لي حاجة بس إذا تفضلت يا بشير أنا لازم أخش في الموضوع عشان ما نطول كثير أنا صايم والله تعبان ولسه عندي موضوع طويل جدا عن هذا ما يسمى رشيد سعد يعقوب المتحدث باسمه هو الحرية والتغيير ده كمان ده للاي خاص فانت بدورك ودور كل السودانيين اعمل شير في كل الجروبات السودانيه حتى يصل هذا الكلام لكل القياده الموجوده الان في الحراك السوداني في خارج القياده العامه ده مهم جدا ده الحاجه انا انجاز انا بنيال انجاز ما كان القياده الان حسي الكلام ده حسي قاعدين نشاهده حسي ناو كلامك ده كله واصل على تمام الله يبارك الله واصل الله يكرمك لك الشكر كبير الله يكرمك بارك الله فيك شكرا شكرا طيب يا شباب اول حاجه تم يعني كما قلت اتفاقيات سريه بين الكلام ده مهم طبعا وما دارين نعيد في الكلام كثير اول حاجه هخش في الموضوع طوالي اللايف ده خطير جدا ومعلومات خطيره جدا وسواء فيكم بكل التفاصيل التي تثبت تورط كل الجهات اللي انا قلتها اولا حزب المؤتمر الوطني مريم الصادق حزب الأمة نيابة عن أبيها أركي مناوي ياسر عرمان الذين يعني باعوا دم الشهداء ودم القلابة رخيص جدا وقبل 17 مليون دولار من حكومة الإمارات تم استدعائهم مباشرة بعد يومين من سقوط الحكومة السودانية بعدها توجه أركي مناوي وتوجه ياسر عرمان وتوجهت مريم الصادق وتوجه الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد سلك المؤتمر حزب المؤتمر السوداني جلسوا في اجتماعات سرية وكانت هذه الاجتماعات السرية هدفها أولا أقولك الآتي ياسر عرمان أعطوه مهمة كل من الذين حضروا هذا الاجتماع كان لديه مهمة والمقابل انه استلم عليها 17 مليون دولار 17 مليون دولار المهمه التي نسبت لياسر عرمان هي كالاتي اولا تثبيت المجلس العسكري من جوا تثبيت المجلس العسكري من جوا لذلك ستجد ياسر عرمان سيخرج في لقاء بجانب حميدتي وجانب برهان في الايام القادمه في الأيام القادمة ستجد ياسر عرمان يقول بكل صراحة إنه هذا المجلس العسكري أحسن حل للسودان. طيب بعد ذلك أركي مناوي ماذا طلب من أركي مناوي مقابل الأموال التي أخذها يعني بيعا للثورة ودماء الشهداء فهنا الرسالة تذهب لكل الشرفاء الذين هم بحركة تحرير السودان أنا أقول لكم بكل بساطة هذا شيء يعيب السودان ويعيب الأخلاق السودانية وليس من الواضح يعني من الصحيح إنه أبناء الهامش ينخرطوا في حرب جديدة طيب مني أركي مناوي مني بعد الاتفاق معه واستلام المبلغ الذي يعادل 17 مليون دولار وكلت له المهمة التالية الاتفاق مع حميدتي التأييد للمجلس العسكري وكذلك على أن يأتي بقوة جديدة هذه القوة ستكون من أهل الهامش من أبناء قبيلته وأبناء القبائل السودانية على أن يعمل ريكروتمنت ويأتي بجنود ليشاركوا في حرب ليس لديه السودان فيها أيضا رجل ولا كرع الحرب التي ستقوم هي داخل ليبيا كي يؤيد من يسمى بحفتر في ليبيا يعني النازل دفع له 17 مليون الزول ده هيجيب أولاد الهامش هيجيب لها أولاد الهامش أولاد الهامش هيقوموا شنو يشارك يدربوا عمل له جيش والجيش ده يمشي يحارب صف مع صف مع حفتر في ليبيا ده المهمة التي أكلت لأركي مناوي ومقابلها استلم 17 مليون دولار من الحكومة الإماراتية ده طبعا الإمارات عايزة تزعزع اللي هم شنو الحكومة الآن الموجودة في ليبيا فلذلك أنا أوصي وأرسل رسالتي للحكومة الليبية
الشرعية الموجودة الآن في ليبيا. هذه ما سيدور في منطقتكم، ستدعم الإمارات وستدعم السعودية الأخ أركي مناوي لكي يأتي بجيش من السودان من أهل الهامش للدخول في حرب ومعركة مع الحكومة الشرعية وزعزعة الأمن الليبي لربح الحرب لصالح حفتر في ليبيا. هذا حقيقة، وأقسم بالله وأقسم بالله وأقسم بالله العلي العظيم إنه ما قلته هو الحقيقة. ثانيا، مريم الصادق هو ممثلة لحزب الأمة، أوكلت لها المهمة التالية. أنا ما حكتر في الكلام اليوم لأنه والله تعبان. مريم الصادق أوكلت لها مهمة، وهي استلمت 17 مليون دولار من الحكومة الإماراتية. المهمة التي أوكلت لمريم الصادق، أولا تثبيت المجلس العسكري، تمام، تشتيت المعتصمين داخل السودان، تشتيت المعتصمين في داخل السودان، وتشتيت الثورة السودانية. أيضا المهمة الأخرى بأنها ماضية على ميثاق قوى الحرية والتغيير، فعلى مريم الصادق أيضا إغناء كل الأحزاب اللي يمكن إغناءها في داخل السودان على أنها توافق على مبدأ تأييد المجلس العسكري داخل السودان. الكلام هذا قسما بالله والعزة جلال الله والمصحف الشريف، أنا أقول لكم الحقيقة فقط. حزب المؤتمر السوداني وهو بقيادة إبراهيم الشيخ، ذهب نيابة عنه الأخ خالد اللمين، الأخ خالد سلك وهو الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني. عند وصول الأخ خالد سلك، أنا ما أعرف هذا الشخصية ويمكن أول مرة زادنا نسمع به، الفادح والمدني، أنا ما عندي مشكلة والله نحن لك غصم، والله ما عندي مشكلة، تمام، لكن ما بأخذ بكلامك أنت فقط، أنا تفيد أنا صايم وما ما عندي زمن عشان أضيعه يا أخ الفادح. فأنت عليك أن تسمع وعليك أنك تنتظر الأحداث الجاية. أنا أوعدك وعد شرف، لو ما شفت أركي مناوي وياسر عرمان في وقت واحد واقفين في التلفزيون ومؤيدين، وما شفت أركي مناوي واقف مع حميدتي، تمام، ورسل جيش يحارب في ليبيا، أنا أمسح هذه الصفحة. يعتبر عبد الله البشير من اليوم كذاب في المجتمع السوداني، وهذا وعد علي، أمسح هذه الصفحة ولن أتحدث في أي من القضايا السودانية من بعد اليوم. وأتحدى مريم الصادق، أركي مناوي، وأتحدى ياسيب، وتفكيك الثورة السودانية وتفكيك الاعتصامات خارج القيادة، والأتي بأحزاب المشاركة في قوة الحرية والتغيير على أساس إنها تنضم للموثوقة تحت الإمارات وبدء خلق فتن داخل السودان. طيب، حزب المؤتمر السوداني ما هي المهمة التي أوكلت إليه؟ كذلك كما أوكلت إلى مريم الصادق أنه أن يجمع الأحزاب المشاركة والماضية على الموثوقة مع تجمع المهنيين والحرية والتغيير على أساس أنه يشتت الثورة السودانية، يرجع المتظاهرين إلى بيوتهم، وأن يضمنوا شرعية المجلس العسكري حتى تستمر الحرب في اليمن ويستمر الدعم لحفتر في ليبيا من حكومة الإمارات والسعودية. الله على ما أقول شهيد، الله على ما أقول شهيد. أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام الخطير الذي أطرح، وسأوافيكم في الأيام القادمة بكل التفاصيل وبدقتها مما دار داخل هذه الاجتماعات السرية. أيضا في الأيام التالية، وعدا عليه ومسؤول منه أمام الله، ستجد ذهاب مريم الصادق، أركي مناوي، ياسر عرمان مرة أخرى للإمارات بالإضافة لحزب المؤتمر السوداني. شوف، أكد الكلام ده، الأيام الجاية ستجد بإذن الله
ما يسمى أركي مناوي الرئيس للجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان، وأيضا مريم الصادق ممثلة لحزب الأمة، وستجد خالد سلك الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مرة أخرى في الإمارات في هذا الأسبوع أو الأسبوع بعده القادم بصورة علنية وليس في سرية هذه المرة، بل بصورة علنية. ستجد نفس الشخصيات مجتمعين مرة أخرى في الإمارات المتحدة، وهذه المرة لا أدري ماذا هي، بل هو سيكون تصحيح لما بدأوا عليه وأخذوا عليه الأموال، وهو بيع دم الشهداء والقضية السودانية. السؤال يوجه إلى كل من يحب السودان والثوار السودانيين، ولكل أخواني وأخواتي المرابطين في الاعتصامات، وكل شعب الهامش. أولا أحذر شعب الهامش تحذيرا كاملا أن لا تنضم إلى حركة تحرير السودان بقيادة الأخ أركي مناوي. الهدف أنك ستنخرط في حربا، هذه الحرب ليس للسودان فيها شيء، سيذهب بكم هذا الرجل للقتال لصالح حفتر في ليبيا. ثانيا أدعي كل منظمات المجتمع المدني السوداني بالتحقق مما طرحته من حقائق والتحقيق الفوري فيما قلته على هذه الصفحة، وأدعي كل الذين هم من القوى التي تريد حقا العدالة والسلام داخل السودان بأن تتعظ جيدا من هذا الكلام الذي أنا طرحته، وأن تفعل شيء ولو ربما شيء لجذر الذين هم يتلاعبون بالقضية السودانية. أقولها وعلى العلن، إن لم نجزر كل هذول المندثين والمرتزقة جزرا من أماكنهم لن يتطور ولن يتقدم السودان. أنت يا ثورجي وأنت يا كنداكا خرجتي بالأيام وبالشهور، قدمت نفسك للموت، الطلقات كان بتجي من كل محل والبومبان بتضرب عليك في كل مكان. صبرت وصابرت خارج القيادة العامة، طالبت بحرية وسلام وعدالة وحاجة ديمقراطية عشان ما يبدأ تحويل حقيقي للسودان كي يكون بلد متقدم وبلد يذهب إلى الأمام. لكن هناك الجذور من الشجر الخبيث مثل الأسماء التي أنا ذكرتها، ليس لدي معهم مشكلة شخصية ولا أعرفهم معرفة شخصية، لكن أقسم بالله العلي العظيم إن كنت بالأمس أمدح الأخ أركي مناوي وأمدح الجبهة الثورية وأمدح كل الذين منتمين لنداء السودان، ولكني كنت مخدوع لأن ما صار في الإمارات وضح لي تماما من هذول الناس وماذا يريدون بالسودان. هذول البشر يبيعوا دمانا رخيصة ويبيعوا دم الشهداء وأسر الشهداء أرخص. 17 مليون دولار لا تساوي دمعة أم ولا دمعة أب فقد ابنه في الثورة السودانية. 17 مليون دولار ليس بالكفاية من إن نبيع بيها شبابنا الواقف حسه في القيادة العامة صايم وصابر ومصابر وعايز تغيير وعايز إصلاح للبلد. حمدتي البلد عنده بيزنس، واركي مناوي بيزنس، وياسر عرمان بيزنس، والمصالح الشخصية قبل كل شيء. الكلام اللي أنا قلته ده هيجيب تهديد، وتهديد خطير يمكن حتى لحياتي أنا. أنا ما بخاف من شيء، وأي دول دارج يهدد مرحبا بيه، وأنا عايش في دولة فيها القانون. لكن إن بخشى حاجة واحدة، ما بخاف من الموت، الموت حق على كل بني آدم. وأنا وراك يا ياسر عرمان ويا أركي مناوي ويا مريم الصادق ويا المحزب المؤتمر الوطني من هذه اللحظة. وأي حاجة أنت عملتها تأكد أنا حاطرها للشعب السوداني، وأي خطأ وتلاعب الثورة السودانية أنا ما حاسكت عنه، لأنه أنا سهرت الليالي وسهرت وبالسنين وبالشهور عشان أنصح الشعب السوداني عشان يحدث تغيير. ما هخلي جهودنا وتعبنا وتعب أخواني اللي كانوا كلهم بكوركم من المنصات بدعوا الشباب السوداني عشان يوعى
يروح هباء سوداء. شباب من الواقف جوا او خارج القياده العامه وشاباتنا القدم وراحهم رخيصه من اجل السودان، ما ممكن نبيعهم عشان 17,000 دولار. لا بتكفي ولا بتسمي من جوع ولا بتحل مشاكل السودان. يا أركي مناوي ويا ياسر عرمان ويا مريم الصادق، السودان أشرف بكده من كتير وشبابه يستحق مطالب الطالبة. يا برهان يا حميدتي، السودان منخرط في حرب لا له يد ولا كراع، وهذه الحرب دائرة في اليمن، والآن أنت باتفاقك مع الإمارات والتنسيق مع حكومة السعودية عايزين تشيلوا شباب السودان وتخرطوه في حرب في ليبيا مع منو؟ مع حفتر. حفتر اللي كان بيقتل في أولادنا وبيضربوا في أولادنا وبيعتقلوهم وبيسجنوهم، والفيديوهات بتمرق من جوة بك الواحد، خلتنا نكره